طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نتقدم بالشكر الجزيل عمادة التعليم الإلكتروني الممثلة في منصة تزامن والقائمين عليها على إتاحة الفرصة لي لتقديم هذه الندوة، والتي أسأل الله أن تكون خالصة لوجه الكريم وأن يكون علما ينتفع به. اليوم بإذن الله تعالى حنقدم الندوة الإلكترونية السادسة، والتي هي من ضمن السلسلة الأولى من ندوات التنمية المهنية للمعلم عبر منصة تزامن، والتي بعنوان الممارسات الفعالة في الباوربوينت. بداية قبل نبدأ، حابة بس أعطي ملخص وموجز عني أنا كمدربة. معكم أستاذ غزيل عبد الله السعيد، محاضر بجامعة طيبة قسم التربية وعلم النفس، تخصص وسائل وتقنيات التعليم، حاصل على شهادة مدرب معتمد مرخصة من البورد الكندي، وعلى شهادة مدرب معتمد مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مهتمة جداً في التعليم الإلكتروني أو في التقنيات التعليم وكيف توظيفها في العملية التعليمية. فمعظم دوراتي أو الدورات التدريبية ورش العمل اللي ألقيها كلها تدور حول كيف نستخدم هذه التقنية في خدمة العملية التعليمية أو خدمة التعليم والتعلم. قبل لا نبدأ في هذه الندوة المباركة، حنشوف مع بعض كيف حتمشي هذه الندوة أو كيف خطتنا حتكون في هذه الندوة. أول حاجة، الخطة حتكون كالتالي: الندوة ساعتين، الساعة الأولى حتكون جزء نظري، والساعة الثانية تقريباً من الندوة حتكون تطبيق على أو ممارسات على هذا الجزء النظري بجزء تطبيقي أو جزء عملي، حياخذ ما يقارب الساعة. الخط الزمن اللي حيكون في هذه الندوة كالتالي: الساعة الأولى حتكون جزئية نظرية، حناخذ فيها أهمية بناء العروض التقديمية بما فيها من معايير وأسس ومبادئ فنية أو تقنية أو مهنية، حناخذها ساعة يتخللها اللي هو وقت الصلاة. الجزء العملي فيها حناخذ استخدام المشغلات تقريبا 20 دقيقة، استخدام اللي هو أو إضافة تبويبات للباوربوينت حناخذ فيها 20 دقيقة، كيفية عمل لقطات للشاشة حناخذ فيها 10 دقائق، وكيفية تحويل الباوربوينت إلى فيديو حناخذ فيه برضو ما يقارب 10 دقائق. كيف المتدربين أو أنتوا الحضور كيف تطرحوا الأسئلة والاستفسارات؟ حيكون حنقدم الجزء النظري، كل محور حننتهي منه حنعطي فرصة للمشاركين للمناقشات على أساس لا يصير فيه يعني مداخلة أو مشاركة مهملة في أثناء ما أنا أكون أشرح الجزئية أو المحور المطروح. نفس الحكاية في الجزء التطبيقي، حنشرح محور، بعد كل محور حنترك للمتدربين دقائق لمناقشة هذا المحور وطرح الأسئلة والاستفسارات. هذا بالنسبة للخطة لهذه الندوة أو كيفية سير هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. أول حاجة، لابد نعرف الهدف الرئيس، ليش إحنا بنينا هذه الندوة وليش هذا اللقاء أساساً. الهدف الرئيس من هذه الندوة هو إنتاج عروض فعالة يتوفر فيها التواصل والحوار بين المتعلم والبرنامج، حيث يعطي البرنامج درجة من الحرية للمتعلم في طريقة عرض المحتوى وتتابعه وسرعة عرضه، ويمكن للبرنامج الاستجابة لاستجابة المتعلمين. يعني لو لاحظنا الهدف يدور حول كيف يكون هذا العرض فعال، يعني حندور في الندوة كلها على فعالية المتعلم. يهمني أنا لما أعطي presentation أو عرض للمتعلم يكون هذا الـ presentation أو عفواً العرض المقدم في فعالية. هذا الهدف الرئيس من هذه الندوة. الأهداف الفرعية حتكون: أول حاجة، معرفة أهم المعايير الفنية والتعليمية والتقنية كلها حندرجها مع بعض لتصميم العروض التقديمية. هذا الجزء أو الهدف الأول هو الهدف اللي النظري، الجزء النظري. ثانيا، حنعرف كيف نصمم العاب تعليميه تفاعليه، ما دام انا بقول فعال والتفاعل، حنعرف كيف نصمم العاب تعليميه، حنعرف كيف نضيف تبويبات في الباوربوينت ما هي موجوده ونضيفها احنا على اساس اللي هو نضيف الاسلوب التفاعلي هذا للعرض.
حنعرف كيف نصمم عروض تقديمية بطريقة تفاعلية عن طريق اللي هي المشغلات أو التريجر. حنعرف أيضاً كيفية عمل تصوير ولقطات للشاشة، وهذه أنا شخصياً استفدت منها وبتقطع علي جزء كبير من العمل إني أنا أو تختصر الكثير من البرامج. كيف أخذ لقطات للشاشة؟ كيف أنا في النهاية أحول هذا الباوربوينت أو البرزنتيشن إلى فيديو؟ هذه تقريباً المحاور اللي حتتناولها أو نتناولها في ندوتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى. أول حاجة حنبدأ في أول محور، كلنا مع بعض سواء معلمين معلمات أعضاء هيئة التدريس نستخدم العروض التقديمية في حاجتين، يا أما أنا حأعرض معلومات وبيانات نتائج أبحاث هستخدمها في مؤتمرات في اجتماعات عامة، يعني حأطرح ورقة علمية أو معلومات أو حقائق، هذا جزء. الجزء الثاني أنا حستخدمها في عملية التعليم والتعلم، سواء أنا بأشرح عليها أو سواء أنا أعطيها للطالب ويتعلم من خلالها تعلم ذاتي. إذن هذه العروض التقديمية في مجملها أنا في إيش هأستخدمها. طبعاً الكثير أول ما قلنا عروض تقديمية بيتساءل، يقول الناس كلها صارت بتستخدم عروض تقديمية أو الباوربوينت وأصبح قديم. صح أنا معاكم أن الباوربوينت قديم، لكن هو القديم المتجدد اللي أصبحنا تقريباً ما نقدر نستغني عنه، مهما طرح من برامج جديدة وحديثة يظل الباوربوينت هو الفعال وهو المتجدد وهو السهل اللي تقريباً الأغلب بيستخدمه. والآن الأوفيس 365 أو 365 الباوربوينت الموجود فيه أصبح فيه أيقونات وتبويبات جديدة أضفت فعالية رهيبة، وحنشوفها مع بعض إن شاء الله تعالى في الجزئية النظرية. كلنا نعرف نسوي عروض تقديمية، لكن ليس الكل يعرف إيش المعايير. أنا طيب لما أسوي عرض تقديمي كيف يكون هذا العرض دائما نقول بروفيشنال أو على مستوى عالي من الأداء أو فعالية تجذب المتلقي أو المتعلم أو المستقبل لهذا المحتوى التعليمي. كيف هذه الأشياء هو الجزء النظري اللي حركز عليه في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، وهو اللي حيخلينا بإذن الله تعالى نعرف كيف ننطلق في بناء عروض بريزنتيشن تكون فعالة وجاذبة للمتلقي بإذن الله. أول حاجة المحتوى التعليمي اللي أنا أعرضه في العرض الباوربوينت، أي محتوى تعليمي يتكون من 6 عناصر. هذه 6 عناصر فيها معايير فنية وتعليمية وتقنية لازم إن إحنا يعني نأخذها بعين الاعتبار إذا جينا نعد أي عرض تقديمي أو بريزنتيشن. أول حاجة وأول عنصر من هذه العناصر هو النص، هو أهم تقريبا عنصر، بحيث إنه ما في أي عرض تقديمي يخلو من اللي هو النصوص، سواء في العنوان ولا في المحتوى النص المقدم أو أي حاجة، لابد أن يكون فيه نص. طبعاً هو يعني عنصر جداً مهم، لكن في عدد من الأسس والمبادئ اللي يغفلها بعض معدي اللي هم العروض التقديمية. أول حاجة إحنا الآن بنعرض العروض التقديمية باللغة العربية، فيجب على أي شخص بيعد عرض بريزنتيشن أو باوربوينت يستخدم النص في الجزء الأيمن، والصور إذا كان في صور تدعم أو سواء ثابتة أو متحركة تكون في الجزء الأيسر، هذا في اللغة العربية. إذا بالإنجليش طبعا حيكون الوضع مختلف، حيكون النص في اليسار والصورة في اليمين. هذا أول حاجة في مكان النص في الشاشات اللي هي التقديمية أو شاشات الباوربوينت. ثاني حاجة لازم يكون فيه تباين بصري بين فقرات النص والعناوين الرئيسية وإحاطتها بمساحة خالية، يعني أنا أول ما أشوف تلقى عيني أو البصر يقع على الشاشة أو العرض البرزنتيشن يكون يعني إيه تباين بصري، يعني أقدر مباشرة أفرق إنه هذا عنوان رئيس وهذا عنوان جانبي وهذا النص العادي. كيف أنا أفرق بالألوان وبحجم الخطوط؟ أيضاً أن لا نستخدم أكثر من 4 أحجام مختلفة في كتابة النصوص في كل شاشة، هذا تقريباً يعني معياراً جمعت هذه المعايير من أكثر من كتاب أو من مرجع على أساس نشوف إيش الأشياء اللي اتفقت عليها أكثر المراجع. أكثر المراجع بتقول 4 أحجام ما تزيد عنها، يعني الشاشة الرئيسية في العرض الباوربوينت لا تستخدم أكثر من أحجام لكتابة النصوص. أيضاً أن تكون العلاقة متكاملة بين النص والرسم المعروض على الشاشة، يعني إيش علاقة تكاملية؟ يعني النص يكمل
الرسم أو يكمل الصورة أو يكمل الصوت المعروض. يعني ما يكون النص في يتكلم عن حاجة والصورة تحكي حاجة ثانية، تكون كلها العلاقة ما بينها متكاملة. أيضا تكون الخطوط مألوفة في الكتابة والبعد عن الخطوط المزخرفة قدر المستطاع، وهذا كثير من المعدين للعروض يقعوا فيها. يعني الآن عندنا الباوربوينت ولا الوورد ولا جميع البرامج أصبحت فيها كمية هائلة من الخطوط، وفيها نوع أنواع متعددة من الخطوط المزخرفة. دائما أي معد يبعد عن الخطوط، ليه؟ لأنها أولا تشتت، ثانيا أحيانا ما يقدر المتلقي يقرأ. فنجي للنقطة الثانية اللي بعد، اللي هي مناسبة حجم الخط ونوعه ولونه مع خلفيات الصفحة وانقرائيته. هنا نقع في الانقرائية، يكون فيها مشكلة لما أنا أكثر الزخارف والخطوط. أيضا الحجم حق الخط، أنا طبعا دائما هو المتعارف عليه 16-14، العنوان 16 والنص 14. اللون لازم يكون فيه تباين، ما يكون فيه كلها تكون فاتحة. يعني خليتها خلفية الشاشة غامقة، خلي النص يكون فاتح، والعكس صحيح، لابد يكون تباين في الألوان. لابد تتوفر في النص الانقرائية. يعني إيش الانقرائية؟ انقرائيته حتكون على جزئين. أول حاجة زي ما ذكرنا في الزخرفة والخطوط ونوع الخط، يكون أنت تختار الخط اللي المتلقي يقدر أنه يقرأه، هذا شيء. الشيء الثاني يعني انقرائية، أنه أستطيع فهم هذا النص، وأول ما أقرأ هذا النص أعرف إيش العلاقات الموجودة بين هذه الجمل وبين هذه النصوص المكتوبة، هذه يعني إيش انقرائية. ايضا لازم اكون متبع نظام واحد في كتابه العناوين الرئيسيه والفرعيه. خلاص انا خليت العنوان الرئيسي باللون مثلا الاحمر ولا باللون الاسود، والعنوان الفرعي باللون الازرق، خلاص ثبت هذه الالوان. ايضا الحجم 20 ولا 18 ولا 16، خلاص حدد الحجم من البدايه للعناوين الرئيسيه والفرعيه ولعنوان النص اللي حجم النص. هذه كلها لازم تثبتها في كل الشاشات في عروضك اللي هو التقديميه. هذا بالنسبة للمعايير الفنية والتعليمية والتقنية لي. أول عنصر من عناصر المحتوى التعليمي اللي هو النص. ثاني عنصر اللي هو الصور الثابتة، أيضا لها العديد من المعايير. إحنا عارفين إنه الصور الثابتة يا أما إني أجيبها من النت جاهزة، أو أنا أعمل تصوير أي صورة ألتقطها وأدخلها في جهاز الكمبيوتر وأبدأ أستخدمها. في كل الحالتين لابد أن إحنا نراعي هذه المعايير اللي أمامي. أول حاجة نستخدم الصور أو الرسومات التي ترتبط بالأهداف والمحتوى. طبعاً هذه النقطة في كل اللي هي العناصر، لابد أني أستخدم صورة مرتبطة بالهدف. أنا من البداية عندي هدف وحددته، أستخدم الصورة اللي تخدم هذا الهدف وهذا العنوان. ايضا تتزامن المواد اللفظيه مع المواد البصريه المعروضه، لازم يكون في تزامن. يعني ايش تزامن؟ يعني انا الان نزلت صوره، احدد انا ابغى انزل النص قبل الصوره ولا مع الصوره ولا بعد الصوره. طيب ايش الفرق على حسب هدفك؟ احيانا دائما احنا نقول لما تيجي تطرحي العنوان او تطرح عفوا العنوان، لابد وضعت صورة، حدد أنا إيش أبغى من هذه الصورة. هل أنا أبغى أجذب الطلاب لحاجة ما؟ يعني هقول لهم مثلا بعد شاهد الصورة التي أمامك ثم حدد ما يلي، 1 2 3. الآن النص حينزل أول، الزمن حيكون في شاشة واحدة كلها، حينزل النص، حتنزل الصورة، بعد كذا تنزل الإجابة النص الثاني. يعني هذا معنى اللي هي التزامن. تتناسب مساحة الصورة مع بقية عناصر الصفحة، يعني ما أكبر الصورة بالحجم اللي يخلي مثلا النص، لا يعني ما أخلي حجم للنص ويبان النص صغير، يضطر إني أخلي النص يكون مثلا صغير، لا، تكون هناك في المساحة نراعي اللي هي المساحة أنها تكون جيدة مساحة الصورة مع بقية العناصر. أيضا ما أستخدم الصور اللي هي غريبة أو غير مألوفة، هذه دائما تسبب كذا عدم تركيز وتشتت للمتلقي. خلينا في الأشياء المألوفة واللي معتاد عليها المتلقي دائما. أيضا تكون جميع الصور مقروءة وواضحة المعالم على طول، أنا أول ما المتلقي يقع على البصر عليها يعرف يقرأها، يعرف إيش الأشياء، بالذات الرسوم الخطية لما نستخدمها تكون واضحة الخطوط فيها، واضحة البيانات الموجودة فيها. ما يعني إذا كان رسم خطي مثلا عن جهاز الهضمي،
ما أكثر البيانات الموجودة فيه. أحيانا بعض الرسوم الخطية نلاقيها جاهزة في النت، يكون فيها البيانات بالعربي وبالإنجليزي. طيب أنا ما لي ثاني ابتدائي ولا خامس ابتدائي، ما لهم أي فائدة من البيانات اللي بالإنجليش هذه المكتوبة، هذه بلاش منها، لا تشتتي الطالب، نشيل هذه. وطبعا عندنا كثير من البرامج مثل اللي هي الفوتوشوب ولا الإلستريتور ولا أي برنامج ممكن، طبعا الرسام الموجود المجاني اللي يوجد في الكمبيوتر هذا ممكن نستخدمه في إزالة البيانات اللي هي غير لازمة ما تخدم هدفي. أيضا أن لا تقل مساحة الصورة عن 8:10، وهذه تقريبا الحجم المناسب في العروض التقديمية. أن يتوافر في الصورة البساطة زي ما ذكرنا، أي حاجة كثيرة أو معقدة أو بيانات ما لها أي ضرورة أو ما تخدم أي هدف، هذه كلها نستبعدها ونخلي الصورة بسيطة، بحيث أنه أنا أساساً استخدامي الرئيس لهذه الصورة من أجل التسهيل والتبسيط وسهولة اللي هو البيانات وتلقي المعلومة. هذا بالنسبة لمعايير تصميم الصور اللي أنا هستخدمها في عروضي. نيجي للصور المتحركة والرسوم المتحركة مع بعض، أيضا لها معايير. طبعا نفس الحكاية، أنا ممكن الفيديو أصور تصوير من الكاميرا الخاصة أو حتى من الجوال، وممكن نلاقي فيديو جاهز في الانترنت وممكن نستخدمه، لكن في كلا الحالتين لابد أني أراعي هذه المعايير اللي أمامي. أول حاجة أستخدم لقطات الفيديو بشكل وظيفي لتحقيق أهداف محددة، نفس الكلام اللي قلناه في الصور الآن نرجع نكرره، أنه الفيديو يخدم هدف. ما أستخدم فيديو وأي فيديو قدامي وخلاص، ولا لقيته متوفر في النت وانتهينا، لا، لازم يحقق هدف وظيفي للمادة العلمية اللي أنا بطرحها. أيضا مراعاة استخدام التعليق الصوتي مع الرسوم المتحركة وعدم استخدام التعليق النصي. احنا قلنا النصوص مهمة، لكن الآن في الفيديو كثير كثير مهم ان احنا نستخدم التعليق الصوتي، وحلو جدا انه يكون الفيديو ما هو صامت. ليه؟ عشان يخدم لنا هنا حاستين. احنا دائما نقول في الوسائل التعليمية اللي نستخدمها، كل ما استخدمنا في الوسائل التعليمية اكثر من حاسة، كل ما كانت هذه الوسيلة التعليمية مجدية اكثر. فمن الجميل جدا الفيديو اللي أنا أستخدمه يكون فيه تعليق صوتي. عدم جمع بين وسيلتين بصريتين في نفس الزمن في نفس الشاشة إلا في حالة واحدة، يعني أنا الآن شريحة البرزنتيشن ما أحط فيها فيديوين، إلا في حالة واحدة إذا كان فيه الكنترول بانل هذه أو لوحة التحكم اللي للفيديو، بحيث أني أقدر أضغط كل فيديو وأوقف كل فيديو في الوقت المناسب، يعني أتحكم فيه. أيضا مراعاة الحجم المناسب لنافذة الفيديو أو الرسوم المتحركة على الشاشة، يعني ما أخليه صغير جدا، بالذات الفيديو دائما الشاشة لازم تكون كذا كبيرة واضحة للمتلقي. عدم استخدام أو الإفراط من استخدام الصور المتحركة، في كثير من المعلمين أو المعلمات يتصور أنه كل ما يستخدم العناصر هذه بشكل كثير في المحتوى كل ما كان العرض فعال أكثر. طبعا لا، أي حاجة تستخدمها ما لها هدف، ما تقدم هدف، ما تقدم مادة، إذن استبعدها. إحنا ما نفرط في استخدام هذه العناصر، صح كلها فعالة وكلها جيدة، لكن إحنا نستخدمها في الوقت المحدد أو في الوقت المناسب. أيضاً عدم إضافة رسوم متحركة طريفة في حالة الإجابة الخاطئة. إحنا الآن دخلنا في التعزيز، كثير من العروض البرزنتيشن لما أنا أعطي فيها سؤال للمتلقي أو للطالب، أي سؤال عن المادة العلمية لما الطالب يجاوب إجابة خاطئة ما نحط له رسوم متحركة ظريفة، لا، لازم يكون مناسب للإجابة الخاطئة. استخدام الصيغة القياسية لملفات الفيديو مثل AVI و MPG، وكثير من الطالبات يسألوني ويرسلوا لي رسائل، إحنا نستخدم فيديو لكن لما نجي لعرض هذا الفيديو ما يعرض أو البرزنتيشن لما نجي نعرضه ما يعرض الفيديو. إيش الأسباب؟ الأسباب إنه الباوربوينت ما يدعم كل الصيغ. فأنت من البداية خلينا في السليم وخلينا في الـ AVI والـ MPG، هذه الصيغ اللي دائماً الباوربوينت يستجيب لها ويطرحها. إذن هذه المعايير لكيف أنا أصمم فيديو في عروضي التقديمية. آخر عنصر من العناصر اللي هي التسجيلات الصوتية. أيضا التسجيلات الصوتية نفس الحكاية، ممكن أنا أسجل صوت عن طريق الكمبيوتر، وممكن أيضا
أجيب صوت جاهز من الإنترنت. في كل الحالتين لازم أطبق المعايير الفنية التالية. أول حاجة، يتكامل الصوت في أي موضوع مع ما يراه المشاهد على الشاشة. يعني أنا ما أجيب حاجة أو مثلاً أكتب نص وأجيب له صوت ويكون النص يتكلم عن حاجة والصوت يتكلم عن حاجة مختلفة، لا. كل ما أنا أشوف أو صورة، أجيب صورة وأدخل عليها صوت يكون ما هو متناسب لها. أن يتوافق الصوت مع الوظيفة المصاحب لها، مثلاً تعزيز سلبي يختلف عن التعزيز الإيجابي، هذا ذكرناه في الفيديو أو الرسوم المتحركة. أيضاً توفر إمكانية التحكم بالصوت في كثير من هنشوفها إن شاء الله في الجزء العملي. لما أنا أدرج صوت أو أدرج فيديو، مباشرة يقول لي في التنسيق هل أخلي لوحة التحكم موجودة ولا أشيلها؟ طبعاً الأفضل إنه نخلي لوحة التحكم موجودة. ليش؟ لأني أنا هذه من الأشياء اللي لابد إني أسمح المتلقي بالتحكم فيها، إني أخفض الصوت وأرفعه. استخدام الصوت يكون مناسباً للهدف الذي استخدمه من أجله، هذا زي ما اتفقنا في كل العناصر، لازم يكون العنصر اللي أنا بستخدمه مناسب ومحقق للهدف اللي صنع من أجله. استخدام الصوت لإضافة فهم لنقطة تعلم وليس لمجرد التسلية، زي ما ذكرنا هذا لما أنا أستخدمه للتسلية معناته أني أنا حكثر من هذه الأشياء، معناته أنا حشتت انتباه المتلقي وأبعده عن الشيء الأساسي أو الجوهري. مراعاة تقديم التعليق الصوتي متزامنا مع عرض النص. الآن هنا عنصر التزامن جانا مرة ثانية في التعليق الصوتي والنص، يعني ما أخلي التعليق الصوتي في شريحة أو في شاشة والنص في شاشة ثانية، مع بعض هم ندرجهم أو نراعي الزمن فيهم. أن تخف المؤثرات تخفى المؤثرات الصوتية عند التعليق الصوتي. كثير بيستخدم مؤثر صوتي وتعليق مع بعض، فهذا دائما يشتت. إذا أنا يعني ولا بد مستخدم المؤثر صوتي رغم أني أنا ما أفضل أني أستخدم مؤثر صوتي مع تعليق صوتي. يعني إيش؟ يعني أجيب خلفية بحر ولا موسيقى كذا هادية وأنا بقدم مادة علمية مثلاً جداً قيمة، وتكون ها الخلفية عالية ونفس صوت البحر برضو عالي، فكذا يكون في تشتت وعدم انتباه. فأنا إذا ولا بد مستخدم مؤثرات صوتية نسميها خلفية صوتية، هذه نخفضها جداً لما أنا بستخدم معاها تعليق صوتي. إذا هذه أهم المعايير للمحتوى أو عناصر المحتوى التعليمي اللي أنا بأطرحه في عرض البرزنتيشن أو عرض الباوربوينت المستخدم في طرح المادة التعليمية. في أي سؤال؟ الآن دقيقتين بس لطرح أي سؤال واستفسار في هذه العناصر. طيب، الآن نروح للجزء الثاني في الإطار النظري، مراحل إنتاج العروض التقديمية. هذه عندي 5 مراحل. الآن أنا عرفت إيش المبادئ، إيش اللي يجب علي وإيش اللي ما يجب علي أني أفعله في استخدام العناصر المحتوى التعليمي، العناصر اللي إحنا ذكرناها قبل شوية. الآن خلاص عندي المعايير، أبغى أبدأ أصمم وأنفذ. مرحلة التصميم هذه أو مرحلة الإنتاج العروض التقديمية عندنا 5 مراحل. أول مرحلة من المراحل اللي هي مرحلة التصميم. طبعاً في مرحلة التصميم هذه أهم مرحلة، وهي بداية أي عرض تقديمي قبل لا أعمل أي عرض تقديمي. لابد أني أحط الخطوط العريضة لما ينبغي أن يحتوي العرض التقديمي. يعني إيش؟ يعني هحدد أول حاجة الأهداف العامة للعرض، يعني الاحتياجات التعليمية للطلاب حأبرمجها إلى أهداف عامة للبرنامج. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الغايات، يعني الآن أهداف عامة يعني الغايات اللي يسعى البرنامج لتحقيقها. طيب عشان نفهم هذا الكلام حطرح مثال بسيط. يعني عندنا مثلا في مادة التعليم الإلكتروني عندنا اللي هي موضوع مستحدثات تقنيات التعليم. إيش الأهداف العامة لهذا العرض اللي أنا بقدمه، بصمم عرض برزنتيشن لهذا المحتوى؟ الهدف العام أو الغرض أو الغاية العامة من هذا البرنامج إنه معرفة الطلاب بمستحدثات تقنيات التعليم، هذا الغرض العام. طيب الآن هذا يعني ليش إحنا نحط دائما الأهداف؟ عشان
كل اللي بعده يصب في خدمة هذا الهدف. ثاني حاجة حنضع تصور عام للعرض، يعني إيه تصور عام للعرض؟ وحنشوف هذا بإذن الله تعالى في العروض اللي الأمثلة اللي حنطرحها في هذه الندوة. وضع تصور عام للعرض اللي هي الشريحة الأولى في العرض، إيش حتكون؟ حتكون عبارة عن أيقونات. الأيقونات هذه طبعاً كل مصمم يحددها زي ما هو يرغب، يعني أنا مثلاً هحط أيقونة لاتصل بنا وأحط فيها كل وسائل الاتصال، هحط فيها الأهداف الإجرائية اللي المتلقي لازم يحققها من خلال هذا العرض، هحط فيها مثلاً بعض الأسئلة، هحط فيها أيقونة للمحتوى، هجزئ المحتوى لثلاث أيقونات وهكذا، يعني كأني بحط كده تصور إيش حيكون داخل هذا العرض، هحط فيها مثلاً أيقونة لما تم تعلمه مسبقاً وهكذا. وكل مصمم يختار الأيقونات أو التصور العام لهذا العرض كيف حيكون. هنحدد الاختبارات، طبعاً هذه قليل إحنا نعملها في العروض التقديمية، لكن فيه اللي إحنا نسويها الاختبارات البنائية أو الأسئلة البنائية اللي تكون بعد كل محور نضع كم سؤال عشان نعرف المتلقي هل هو جالس يعني فهم المحتوى السابق أو يحتاج لأشياء علاجية نقدمها من خلالها، وحنشوف هذا الكلام برضو في الجزء العملي. تحديد خصائص المتعلمين، أيضاً تحديد خصائص المتعلمين إيش أهميته هنا؟ أنا كل فئة مستهدفة لها خصائص تعليمية، لها خصائص اجتماعية، لها خصائص اجتماعية لابد إني أعرفها عشان أقدر بعد كذا أوظفها في عملية الإنتاج، كيف أنتج. إذن هذا مهم جداً إني في مرحلة التصميم ألم فيها هذه النقاط اللي إحنا ذكرناها. حنيجي لمرحلة الإعداد، خلاص أنا الآن صممت، أبدأ إيش؟ أبدأ أعد هذا كله طبعاً حبر على ورق، لسه ما نفذنا أي حاجة. مرحلة الإعداد، أول حاجة صياغة الأهداف التعليمية. قبل شوية قلنا الأهداف العامة، فاكرين؟ الأهداف العامة أو الغاية العامة من هذا البرنامج أو البرزنتيشن. الآن في مرحلة الإعداد حنبدأ نفكك وكذا، حنبدأ نصيغ الأهداف التعليمية صياغة سلوكية قابلة للقياس. يعني أنا الآن حددت الهدف العام إنه المتلقي يكون على دراية بمستحدثات تقنيات التعليم، نجي للأهداف التعليمية نصيغها صياغة مباشرة، أن يطبق، أن يفسر، أن يحلل كلها، ونقيسها قياس قابل صياغة قابلة للقياس، ونبدأ بعد كذا نحلل خصائص المتعلمين. ليش برضو نرجع نسأل نفس السؤال؟ لأنه المهارات لما أنا أعرف إيش خصائص هذه المتعلم، يعني معناته أنا لازم أعرف مهاراته العلمية، مهارات مستواه العلمي، مستواه النفسي. حنحدد المهارات اللازمة للبدء في عملية التعلم. طبعاً هذا يندرج هنا أيضاً في الخصائص الاحتياجات، ودائماً إحنا نقول احتياجات المتعلم هي نقطة الانطلاق. يعني أنا لما أعرف إيش احتياجات المتعلم أعرف أنا من فين أنطلق، أعرف أنا ليش أصلاً صنعت هذا البرزنتيشن أو الباوربوينت. يعني أساس صنع الباوربوينت هي لسد حاجة، فلا بد أنا أعرف إيش خصائص المتعلمين وإيش احتياجاتهم. أيضاً تحديد اللي هي الوسائط التعليمية. الوسائط التعليمية هي نفسها العناصر اللي تونا ذكرناها من نص، صورة، فيديو، رسومات خطية، أصوات، هذه كلها وسائط تعليمية حنحددها إيش يا ترى أنا هستخدم في هذا العرض التقديمي. أيضاً تحديد الأنشطة المصاحبة. أنا الآن هنا أشارك الطالب أو المتلقي في هذا العرض البرزنتيشن، وهنا دائما يحدث اللبس. دائما يسألوني الطالبات يقولوا إحنا ممكن هل صحيح إني أنا أطلب من الطالبة إنها تعد عرض برزنتيشن؟ وهذا هو الخطأ اللي بيقع فيه الكثير. كيف؟ نلاحظ كثير في المدارس عندنا إنه بعض المعلمين والمعلمات تقول للطالب خلاص أنت الواجب اللي عليك تعد العرض البرزنتيشن. طبعاً وما تقتصر للمسألة لأنها تطلب منه الإعداد بس، بل إنها تتمادى وتبدأ تشرح من هذا العرض البرزنتيشن. لا،
وتقول ودائما يقولون طب انتم بتنادوا انه الطالب نشركه في اعداد الوسيله التعليميه. نعم، نشرك الطالب في الوسائل التعليميه زي ما النقطه هذه قالت الان، تحديد الانشطه المصاحبه، نشركه في الانشطه اللي احنا حنطرحها من خلال هذه الوسيله التعليميه، هو ليس في اعداد الوسيله التعليميه، لانه احنا الان عشان نعد عرض برزنتيشن لازم اسس، لازم معايير، لازم مهارات تكون تقنيه، مهارات تعليميه انت لازم تحتويها عشان تصنع عرض برزنتيشن. فكيف انت تطلب من طالب يعد برزنتيشن وبعد كده انت تشرح منه الدرس؟ طبعا هذا اسلوب خاطئ جدا. حنحدد الأنشطة اللي حيتخللها هذا العرض، إيش حيعمل التلميذ؟ حيستمع لنشيد، حيستمع لمثلاً أو يشاهد فيديو، بعد كده يعلق، بعد كده يجيب، حيحضر حاجة ما قبل إعداد أو مشاهدة الفيديو. ممكن نطلب إذا كان مثلاً مادة على سبيل المثال اللي هي مادة النبات ولا العلوم، أحضر مثلاً بعض الأوراق وبعد مشاهدتك للفيديو حدد، أحضر هذا النبات أو الفاصوليا، حدد بعد مشاهدة الفيديو هل هو من ذات الفلقة أو الفلقتين وإلى آخر. إذن حنحدد هذه الأنشطة المصاحبة في مرحلة الإعداد. حنحدد طرق التعزيز طبعاً للإجابة الصحيحة التعزيز الإيجابي، للإجابة الخاطئة التعزيز السلبي، ليس السلبي بالتلفظ الخاطئ لا، لكن صورة أو كذا كلمة معبرة، حاول مرة أخرى إجابتك خاطئة. نوع التعزيز حنحدده في مرحلة الإعداد. نحدد أيضاً أنواع الأسئلة، إيش الأسئلة اللي حيتناولها هذا العرض الباوربوينت، هل اختيار متعدد، هل صح من خطأ إلى آخره. حنحدد الاختبارات المقدمة، هل اختبارات يحتاج هذا العرض لاختبارات قبلية أو بنائية أو اختبارات حتى بعدية بعد العرض التقديمي. حنحدد ونصف طرق العرض، يعني إيش طرق العرض؟ يعني أحيانا بعض العروض تحتاج لتهيئة قبل لا أنا أبدأ هذا العرض، أو قبل لا الطالب أو المتلقي يبدأ في دراسة من هذا العرض يحتاج لتهيئة مطلوبة. متى تستخدم هذه التهيئة أو كيف تستخدم ونوع المثيرات المطلوبة في هذه التهيئة؟ إذن هذا بالنسبة لمرحلة الإعداد. نجي لمرحلة كتابة السيناريو. سمعتوا قبل كده بالسيناريو؟ سمعتوا قبل كده في السيناريو؟ في القصص؟ أيوة، في الأفلام؟ أيوة. يعني الكلمة السيناريو ما هي غريبة في المسرحيات. طيب إيش يطلبوا دائما في المسرحيات في القصص؟ إيش يطلبوا دائما؟ يعني إيش لما نقول سيناريو إيش يتناول هذا السيناريو؟ الأحداث، المشكلة والحل. دائما نسمع في المسلسلات السيناريو، صح؟ أيوة، الشخصيات، حيحددوا الشخصيات، أحسنتي، خط سير العرض، أحسنتي، الحوار، تسلسل الأحداث، الزمن، أحسنتي، حتى الإضاءة، من فين الإضاءة، من فين هذه الشخصية تدخل، من فين تخرج، لما تدخل فين تجلس، الإضاءة فين حتكون مسلطة. إذن السيناريو إحنا سمعناه قبل كذا وما هو جديد علينا أبداً. طبعاً في مرحلة هنا في نفس الحكاية، أنا عشان أعد عرض برزنتيشن قوي لابد يكون عندي سيناريو. أنا صراحة من الشخصيات اللي أكتب سيناريو قبل أعد أي عرض برزنتيشن. إيش هذا السيناريو وكيف هذا السيناريو وإيش الأشياء الموجودة في هذا السيناريو؟ هي كالتالي. أول حاجة حنرسم كأني بأرسم العرض الباوربوينت، شايفين الشرائح الموجودة فيه، كأني بأرسم هذه الشرائح، كل شريحة وإطار حنكتب رقم هذا الإطار وهذه الشريحة، حنكتب العناصر المرئية، يعني إيش في الإطار رقم واحد يتطلب صورة كذا كذا كذا، صورة رقم واحد تكون عنوانها كذا، الإطار رقم اثنين أو الشاشة أو الشريحة رقم اثنين حيكون فيها مثلا رسوم أو نصوص مكتوبة، الأشياء المرئية هذه نسميها عناصر مرئية. العناصر اللفظية أيضا تعليق صوتي، مثلا شريحة رقم ثلاثة حيكون فيها تعليق صوتي لقارئ يقرأ كذا كذا كذا، الشريحة رقم خمسة وإلى آخره. أيضا وصف التفاعل بين مكونات الشاشة، وهذه مهمة جدا. يعني إيش وصف التفاعل؟ يعني أنا الآن عندي مثلا عرضي البرزنتيشن هذا 20 شريحة، خلاص أنا لازم أحدد في كل شريحة كيف تنتقل، كيف تنتقل هذه الشريحة للشريحة اللي بعدها للشريحة اللي بعدها، هذا شيء. الشيء الثاني
كثير من المصممين يصمموا الأزارير التفاعل هذه والانتقالات وخطأ يخطئوا فيه ما يشيلوا اللي هو الانتقال الشرائح. يعني في الزر عندنا اللي هو تنقل عن طريق النقر للشرائح ما يشيلوها. فلما الآن المستقبل يجي يبدأ يطبق ينقر على أي مكان في الشاشة تقوم الشريحة تنتقل للشريحة اللي بعدها، وهو حاط أيقونات التالي والسابق وزر التنقل. هذا يخلي المتلقي يتلخبط هو فين حيضغط، يعمل كليك على إيش، على الشاشة ولا على الزر. وهذه حنشوفها بإذن الله تعالى، حوريكم هذه النقطة بشكل اللي هو عملي. لابد أني أصف سلوك المتعلم المتوقع. يعني إيش؟ يعني لما أحتاج المتعلم ينقر هنا أكتب أنقر هنا وأحط زر بوتون أنقر هنا، لمشاهدة الفيديو أنقر هنا، أنقر هنا للانتقال إلى كذا. يعني أصف إيش أنا أبغى من المتلقي يعمل عشان أشركه وأخليه نشط أو إيجابي في العملية التعليمية. هنشوف الآن نماذج من السيناريو. ذكرنا إنه نضع رقم زي ما أنت شايفة أو ما أنتوا شايفين الآن، رقم الشاشة، الجانب المرئي، الجانب المسموع، وصف التفاعل. هذا السيناريو، الشاشة اللي هي الشريحة رقم واحد، الجانب المرئي فيها حيكون إيش؟ إيش حنستخدم؟ صورة، إيش حنستخدم؟ أو حنستخدم مثلاً فيديو أو حنستخدم نص. الجانب المسموع هل حنستخدم حاجات صوتية، ملفات صوتية؟ إيش نوع هذا الملف الصوتي؟ وصف التفاعل هنا حنقول إنه النص يظهر أولاً، بعد دقيقة يظهر مثلاً، أو بعد 30 ثانية تظهر الصورة. مين اللي يظهر أول ومين الزمن، عنصر الزمن. وهي إيش المطلوب من زر بوتون؟ هنا نحتاج إلى زر أو بوتون أو زر مثلاً للنقر عليه للانتقال إلى كذا. كل الأشياء المطلوبة نكتبها كتاب. يعني الآن السيناريو كأني أنا أخطط لعمارة أرض، بأخطط لعمارة العرض هذا البرزنتيشن. إيش الأشياء اللي لازم حتكون موجودة، ومين اللي يظهر قبل الثاني، ومين اللي حيكمل الثاني. الآن هذا أنا وريتك إيش نموذج اللي هو مكتوب. الآن خلينا نطبق على هذا النموذج. زي ما أنتم شايفين الآن هذا سيناريو لمادة من المواد مستحدثات تكنولوجيا تعليم المكفوفين. الآن الجانب المسموع خلفية موسيقية، الجانب اللي بعده اللي هو وصف التفاعل، ظهور تدريجي لإطار تثبيت ثم مس فوري إلى آخره. زمن كم حيجلس؟ 8 ثواني. بعد كذا حتجي الشريحة أو الشاشة اللي بعدها. واضح السيناريو يعني إيش وكيف أنا أعد السيناريو؟ الآن حنشوف تطبيق آخر له. هذا برضو سيناريو، ومؤثر الصوت مثلاً لا يوجد، المدة الزمنية، نوع الوسيط صورة ونوعها نوع الصورة، وصف الشريحة، بأوصف الشريحة وبأكتب إيش موجود في هذه الخلفية والشعار والنص كيف حيكون مكتوب، دخول الشريحة يكشف إلى اليسار أو الأسفل يلي دخول النص، يعني إيش الحركة المطلوبة في هذا السيناريو. طبعاً هذا نموذج واحد أو نموذجين بس للسيناريو، هذا نموذج وهذا الثاني نموذج، لكن في كتب الوسائل حتلاقوا نماذج كثيرة متعددة، وانت تختاري او انت تختار النموذج اللي يتناسب مع اللي هو المادة العلمية او المحتوى العلمي اللي حتعدوا. اذا هذا مرحلة كتابة السيناريو. نيجي للمرحلة اللي بعدها اللي مرحلة التنفيذ. الان حننفذ خلاص. طبعا انا عشان انفذ المحتوى عندي برامج كثيرة، طبعا انا ما اقدر احصرها، وقد ما انا استخدمت برامج يعني كل سنة بيظهر لنا برامج رهيبة وجميلة وتخدم العملية أو العروض التقديمية بشكل رهيب. برنامج الأثر وير هذا برنامج مرة قديم، ليكتشر ميكر برضو برنامج جدا قديم. يعني هي عيبها الوحيد إنها ما هي مجانية. يعني برنامج ليكتشر ميكر أنا اشتريته بألف ريال زمان. برنامج الكورس لاب، برنامج الأوتوبلاي هذا من أجمل البرامج وفيه البرمجة كذا خفيفة وسهلة. برنامج الباوربوينت واللي هو بإذن الله حنطبق عليه الندوة هذه هذا اليوم بإذن الله تعالى. إذا برامج كثيرة متنوعة، أنا كمصمم أختار البرنامج اللي سهل علي أقدم فيه مادة علمية، و
طبعا ما يعني كل برنامج له مميزات مختلفة تماما عن البرنامج الثاني. هذا بالنسبة لمرحلة التنفيذ، خلاص أنا عندي السيناريو جاهز ومكتوب كل خطوة إيش أعمل فيها. نيجي فقط نختار البرنامج ونبدأ نبرمج الأشياء المكتوبة على الورق، نضعها بشكل منفذ على أحد هذه البرامج اللي أمامك. مرحلة التقويم ثلاث خطوات فيها. تقويم مبدئي، فاكرين المراحل؟ خلينا نرجع كذا لشريحة المراحل. شايفين هذه المراحل؟ حنقدمها أو حنقسمها لي ثلاث مراحل للتقويم. أول شيء مرحلة التصميم ومرحلة الإعداد، هذه حنقومهم مع بعض. مرحلة كتابة السيناريو حنقومها مع بعض، ومرحلة التنفيذ حيكون لها تقويم أيضا مختلف. التقويم المبدئي هذه المرحلتين الأولى والثانية اللي هي التصميم لسه والإعداد، لسه أشياء جالسة بصممها، تصور مبدئي ممكن أبدأ أقومها وأعرضها على أحد مختصي، سواء المناهج أو مختصي اللي هو تقنيات التعليم، وأبدأ أطرح عليهم الفكرة والأشياء أو الجوانب والمادة العلمية والأهداف إلى آخره. تقويم البنائي هذا السيناريو، خلاص كتبت السيناريو ونبدأ نعمل له تقويم بنائي. تقويم تكويني خلاص هذا النهائي، بعد ما أنتهي ونفذت خلاص على أحد البرامج اللي ذكرناها قبل شوية، نبدأ إيش نقوم اللي هو التقويم اللي هو التكويني أو النهائي، وبرضه حنعرضه على أحد المصممين والمبرمجين وممكن أحد اللي هم الحاسب الآلي. فهذا بالنسبة لي آخر مرحلة من المراحل اللي هي إنتاج العروض التقديمية. الآن دقيقتين كده أو ثلاث دقائق للأسئلة المتعلقة بمرحلة أو مراحل تصميم للعروض التقديمية أو المحتوى التعليمي. في أي سؤال أو استفسار لهذا المحور؟ طيب الآن بانتهاء هذا المحور معناته إحنا مو كل البرامج. نماذج ممكن تساعد هذه في التقويم، تقويم البرمجيات. هذه نلاقيها كثير في كتب الوسائل تقويم البرمجيات. طبعاً العروض التقديمية هذه أو ممكن الباوربوينت نعمل فيه برمجيات، يعني دائماً لما نقول برمجية يتصور الإنسان أنه لازم برمجة و برامج تكون كذا مرة قوية، عشان حتى الباوربوينت ممكن نعمل فيه برمجيات. والآن بإذن الله تعالى حوريكم نماذج من إعداد طالباتي لبرمجيات تعليمية عن طريق الباوربوينت. ممكن عمل فيديو بإذن الله، وحيكون محور من المحاور حنتناول فيها كيف أعمل فيديو بعرض الباوربوينت. طيب نروح للجزء العملي. طيب ننتقل الآن الجانب التطبيقي. أنا حطبق لك الآن جزئية جزئية، وحنتقل للتطبيق يعني الصلاة. إذا طبعاً عندنا أكيد المشاركين معلمين ومعلمات أو من أعضاء هيئة التدريس، إذا عندهم أي إضفاء أو حاجة تضيف للمادة العلمية اللي إحنا طرحناها ممكن نستفيد من بعض ويكون فيه مشاركة خبر عسل، أو حتى إذا حابين أي استفسار، أي مادة علمية تخدم الموضوع يعني. وعندنا ما شاء الله دكتورة عائشة أستاذة آلاء في خبراء كثير في نفس التخصص، فممكن أي مادة علمية تحتاجونها أو تطرحونها في هذا الهاشتاج أو تستفسروا عنها في هذا الهاشتاج. طيب الآن نبدأ في الجانب التطبيقي. أول حاجة حأشرح الخطوات، حتكون كالتالي: حأشرح شرح، وبعد كده حنطبق، وبعد كده حنستقبل استفسارات. تمام؟ طيب أول حاجة بسم الله،
احنا قلنا عروض باوربوينت فعالة. طيب كيف انا احصل على كلمة فعالة هذه؟ عن طريق حاجة مهمة جدا اسمها الارتباطات التشعبية، او ازرار اسمه، او اجراء ازرار او ايقونة اجراء اسمها اجراء او اكشن، هي اللي حتخلي عروضك الباوربوينت فيها حاجة من الفعالية او فعالة. ايش عبارة عن ايش؟ طبعا يعني أنا ما أتوقع إنه في أحد يعد عرض برزنتيشن ونسميه بروفيشنال أو على مستوى عالي ما يستخدم هذه الإجراءات أو التبويبات اللي هي الارتباط التشعبي الهايبر لينك أو الأكشن اللي هو الإجراء. طبعاً هذا عبارة عن إيه؟ إني أربط عنصر معين، سواء هذا العنصر تكست نص أو صورة أو اللي هي اللهم صل على محمد الإدراج شكل أو شكل من الأشكال. لما أدرج هذه الأشياء أعمل لها ارتباط تشعبي بمكان ما، سواء في نفس العرض الباوربوينت أو في مكان خارج عرض الباوربوينت. يعني إيش هذا الكلام؟ حنشوف برضو مع بعض. حنجي من اللي هي إدراج، من أيقونة إدراج. طبعاً أنا أشتغل على الباوربوينت 2016. أيقونة إدراج حندرج من أشكال أي شكل، أو أحياناً مو ضروري شكل، صورة من الصور وحندرجها. هذه الخطوة رقم واحد. بعد كذا يا أما أضغط أو أنقر كليك يمين على نفس هذا الشكل، أو من إدراج أروح لارتباط تشعبي. لما أنقر على ارتباط تشعبي حيفتح لي التبويب اللي أمامك الآن، حيقول لي يا ترى أنت تبغي تعمل ارتباط تشعبي في إيش؟ حيذكر لي ملف في البداية، ملف موجود أو صفحة موجودة أو مكان في هذا المستند اللي هو المستند الباوربوينت اللي أمامي، أو عنوان بريد إلكتروني أو مستند جديد. حنختار واحد من هذه الخيارات اللي أمامي وحربطه بالمربع أو الشكل اللي أنا أدرجته. واضح؟ إذن أول حاجة حندرج شكل، بعد كذا حنعمل له ارتباط تشعبي. الإجراء نفس الحكاية، حندرج شكل أو ندرج صورة، وبعد كذا حنجي من إدراج ونعمل إجراء. الآن حنعملها بتطبيق وحنشوف إيش الفرق بين ارتباط وبين إجراء، إيش حيعمل لي في الارتباط وإيش اللي حيعمل لي أو إيش النتيجة اللي ححصلها عن طريق إجراء. هعمل لكم مشاركة اللي هو سطح المكتب. الآن واضح لكم العرض اللي أمامي فارغ، واضح؟ طيب الآن زي ما ذكرنا من إدراج وأجي أنقر على أشكال. الآن مطلوب منك أن تركز معي بس، يعني لا تطبق. الآن أدرجنا الشكل، بعد كذا حننقر يا أما بزر الفار الأيسر أو من إدراج. يعني عندي طريقتين أحصل على الارتباط. الآن ارتباط، أنقر على ارتباط من هنا. طيب الآن الأشياء اللي دائماً إحنا بنستخدمها، يا أما ملف موجود، الملف الموجود هذا في جهاز الكمبيوتر. يعني حأجي لجهاز الكمبيوتر وحدد مثلاً لي مثلا تعليم الإلكتروني مثلا، وعملت ارتباط. الآن خلينا نعمل شو أو عرض. أول ما حأنقر على المربع هذا مباشرة يقول لي إيش؟ إنه فيه ملف حينفتح، أعمل له إيش؟ نعم. أول ما أفتح نعم على هذا الملف مباشرة يفتح لي اللي هو ملف الوورد اللي أنا اخترته. يعني الآن أهو فتح لي ملف الوورد. أول ما حأنقر إغلاق حيرجعني لنفس العرض التقديمي اللي أنا بشتغل عليه. تمام؟ إذن هذا أول حاجة اللي هو الارتباط التشعبي، عملنا من كليك يمين أو من إدراج حنلاقي هنا ارتباط. حنعمل ارتباط لملف موجود في اللي هو كمبيوتري.
هذه أول نقطة. النقطة الثانية، لا مكان في نفس المستند الشرائح اللي هنا موجودة. مثلا أنا عندي هنا الشريحة، خلينا ندرج فيها هذه مثلا شكل دائرة، وهذا دائما إحنا بنستخدم الارتباطات التشعبية. عندي أكثر من محور وحخليها مثلا ستة، المحور هذا لستة شرائح، هأشرح في كل شريحة، بعد كذا هحط زر يرجعني للشريحة رقم واحد. الآن هذا ممكن نعمل له نقر كليك يمين وارتباط تشعبي. أنا ما أبغى إزالة ارتباط التشعبي اللي أنا ذكرته قبل شوية اللي هو الملف، أبغى ارتباط تشعبي يكون موجود في هذا المستند اللي هي الشريحة رقم ثلاثة مثلا. وأول ما أضغط على شريحة رقم ثلاثة يعطيني هنا في معاينة الشرائح إنه الشريحة هذه هي المقصودة، نعم موافق. وأجي هنا لما أعمل عرض أنقر مباشرة ينقلني للشريحة رقم ثلاثة اللي هي عملت فيها الارتباط التشعبي. واضحة هذه النقطة؟ الآن فقط انتبه ركز وخلي التطبيق بعدين، لأنه الندوة مسجلة ممكن ترجع بعد كذا لأي نقطة غير واضحة، لكن أهم حاجة الآن الفهم أثناء التطبيق. طيب بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي إدراج، من إدراج وتعال هنا أعمل إجراء. أول ما أنقر على إجراء نفس الحكاية الآن، لكن الفرق ما بينهم هنا عند النقر بالماوس وهنا تمرير الماوس فوقه. يعني أنت متى تبغاني أعمل الإجراء هذا؟ لما أنقر بالماوس ولا لما أمرر بس الماوس فوق الشكل؟ طبعاً صعب جداً إن إحنا نخليه تمرير فوق الماوس، لأنه أول مجرد مثلاً لو الطالبة خليناها تتعلم تعلم فردي، أول ما الماوس أو حتى أنت لما تبغى تشرح الدرس، أول الماوس لو جاب الغلط حتى على الشكل هذا حيقوم يعمل لك ارتباط تشعبي وينقلك. فإحنا دائماً نشتغل على النقر بالماوس. طيب تبغى ارتباط تشعبي لإيش؟ للشريحة التالية، السابقة، الأولى، أو شريحة مخصصة؟ أنا أبغاها لشريحة مخصصة، هخصصها عشان أشوف أنا أي شريحة واختار الشريحة وأعمل موافق. هنا في النهاية تشغيل صوت، أنا أبغى لما أنقر على هذا الزر يشتغل لي صوت. يعني كيف؟ يعني هأجي هنا وأنقر على القائمة المنسدلة هذه وأختار أي صوت من هذه الأصوات أو صوت آخر من الكمبيوتر، من جهاز الكمبيوتر، ونختار صوت آخر ونروح ل أي صوت موجود على اللي هي الجهاز اللي أنا مخزنة على الجهاز. إذن يا أما صوت موجود أو صوت موجود على جهاز الكمبيوتر. خلينا نجرب كذا أي انفجار مثلا وموافق، وتعالي نعمل عرض. أول ما نقرنا عليه اللي هو يعطينا الصوت هذا اللي هو الانفجار. إذن هنا ارتباط وهنا إجراء تقريبا هي متشابهة جدا، بينما هنا بس في الإجراء فيه يدخل اللي هو عنصر الصوت. هذا بالنسبة للارتباطات التشعبية، وحنشوف نماذج عليها كثيرة كيف صممنا هذه الارتباطات التشعبية. لكن نقطة مهمة دائما أنا بذكر للطالبات المتدربات عندنا، إنه ما نشتغل على الارتباطات التشعبية إلا في النهاية. انتهيت أنا من عرضي، خلاص عندي مثلاً 20 شريحة، ما أشتغل على الارتباطات إلا لما خلاص أبغى أنهي العرض، بنتهي منه خلاص. ليش؟ لأني أنا الآن شوفي لما عملت ارتباط الشكل المربع هذا على الشريحة رقم ثلاثة، فجأة كده وأنا بعد العرض لاحظت أن الشريحة ثلاثة هذه بحتاج أحذفها، أعمل لها حذف. مباشرة شريحة أربعة أصبحت شريحة ثلاثة. فهو طبعاً ما يعرف، هو جهاز، الشيء اللي أنت برمجت عليه يتبرمج. لما برمجنا هذا الشكل على شريحة ثلاثة حيظل البرمجة موجودة، فهو حيرتبط بشريحة ثلاثة اللي هي كانت شريحة أربعة وهكذا. فإحنا ما نشتغل على الارتباطات التشعبية إلا في الانتهاء من العرض تماماً. هذه نقطة جداً مهمة. إذن عرفنا الآن في أول حاجة كيف أعمل ارتباط تشعبي أو إجراء. نجي للنقطة اللي بعدها اللي هي أزرار الأفعال، الأكشن بوتنز. هذه حتلاقونها موجودة طبعاً، هي مع اللي هي قائمة أشكال، إدراج أشكال، حتلاقينها جاهزة موجودة في النهاية.
كل هذه متخصصة، يا أما أنها تجيني الشريحة البداية أو النهاية أو تغلق البرنامج أو تشغل صوت أو بالمرور. حنشوف هذا الكلام كله بشكل تطبيقي، بحيث أن إحنا أول حاجة حنروح لإدراج، بعد كذا أشكال، بعد كذا لو جينا في النهاية حنلاقي أزرار الإجراءات، نختار الزر أو البوتونز اللي إحنا نحتاج لها، وبعد كذا نضغط موافق. أول ما حرسمها زي ما أنت شايفة أو شايفين عفواً المرسوم الإزرار الزر الهوم، ودائماً زر الهوم يعني في كل العروض البرزنتيشن يدل على أنه إحنا نرجع للشريحة الرئيسية. طيب هنجي الآن مع بعض نطبق هذا الكلام بشكل عملي. هنجي مثلاً لإدراج وأشكال. تعال هنا في الأشكال على النهاية، شايفين الشريط هذا، هننزل على النهاية هنلاقيها تحت موجودة. لو جينا لزر الهوم مثلا ورسمناه، شوفي أول ما انتهي بالسحب والإفلات، أول ما انتهي من الرسم تنفتح لي على طول إيش الإجراء، نفس اللي شرحنا قبل شوية في المحور اللي قبل. ارتباط تشعبي، نعمل له ارتباط تشعبي. أنا أحتاج أيوة ارتباط تشعبي اللي هي للشريحة الأولى، الشريحة الأولى اللي هي موجود فيها التصور العام للعرض التقديمي اللي أنا بقدمه، وموافق. يعني حاجة سهلة جدا، تعال نعمل عرض. وأول ما حنقر على الزر الهوم هذا حيوديني للشريحة الرئيسية. وجرب طبعاً، حنجرب بقية الأشكال اللي هي زر التالي وزر السابق وإلى آخره، كلها نفس الحكاية. إذن هذا بالنسبة لي اللي هو أزرار الأفعال أو action buttons. هذا أول نقطة من اللي هي الجزئية العملية، اللي هي كيف أدرج ارتباط تشعبي أو أزرار اللي هو التفاعل. في أي حاجة أو استفسار؟ طيب طبعاً كل هذا الآن أنا يعني شرح كذا عملي، لكن حنشوف كيف الروعة في جمال هذه الأزرة وكيف إحنا نوظفها. يعني أنا دائماً أقول مش يعني الأهمية ما تكمن بس إني أنا لدي القدرة إني أستخدم، لكن الأهمية تكمن في كيف أوظف. أنا عندي قدرة على استخدام الباوربوينت، لكن ما عندي قدرة أني أوظفه في خدمة العملية التعليمية. يعني إدراج ارتباط تشعبي، نعم. الآن هذا لماذا الارتباط التشعبي يكون في آخر العرض؟ ذكرنا الآن ذكرنا أنه الآن أنا الآن وضعت هذا الزر وأبغى ارتباط تشعبي له. خلاص أنا في السيناريو كاتبة أنه الزر هذا حيكون أعمل له ارتباط تشعبي للشريحة رقم 7 وللشريحة رقم 8 إلى آخره. لو جيت أنا وأنا بعد العرض أو البرزنتيشن وحذفت أي حاجة، لو حذفت هذا العنصر، لو حذفت هذه الشريحة، الارتباط حيكون موجود، حيستمر. واضح؟ حيكون موجود الارتباط. لو حذفنا الآن هذا الآن شكل، خلاص هذه الشريحة. الآن هذا الزر خلينا نلونه ونكبر. الآن هذه الشريحة أو هذا الزر حنعمل له ارتباط تشعبي لمين؟ للشريحة رقم 3، موافق. تعالوا نطبق. وصل لإيش؟ أو انتقل للشريحة رقم 3. طيب أنا الآن في نص عملي لقيت أن الشريحة، خلينا نعمل شريحة رابعة، لقيت أن الشريحة رقم 3 ما تلزم لي، لقيتها مثلا زيادة أو في أثناء أي حاجة، حذفتها مثلا لأي سبب من الأسباب، خلينا نحذفها الآن. شايفين إيش اللي حصل؟ نفس الارتباط موجود، ما يروح الارتباط. طيب الآن هذا الزر ما يتناسب مع شريحة رقم 4، لما حذفت 3 جت شريحة 4 صارت مكان 3، وهكذا. قيسي على كل أو قس على كل
الارتباطات اللي أنت عملتيها. الآن انتهيت من العرض، أبدأ أعمل كل الارتباطات عشان لا يكون فيه أي خطأ من الأخطاء. الأوفيس اللي أنا بشتغل عليه اللي هو أوفيس 365، أيوة شغل كل الإصدارات. طيب طريقة التحميل، إذا معلمة أستاذة عبير، إذا معلمة هم قالوا إنهم حيعطوا المعلمات الباسورد أو لكن لسه ما تفعلت، لكن إذا عضو في الجامعة هذا ممكن، أو طالب، أو طالب جامعي، إذا طالب جامعي أو أستاذ ممكن يحمله بالمجان أو تضطر تشتريه. طيب خلاص، إذا هذا المحور تناولنا فيه الارتباطات التشعبية والإجراءات. طبعا اللي ما هو مرة يعني الفكرة ما وضحت مرة بالنسبة له، حتوضح لما نشوف التطبيق على عروض واقعية. حنيجي لي اللي هي المشغلات، تريجر نسميها. المشغلات هذه جدا جميلة في عروض البرزنتيشن، ومهمة جدا لما أنا أعمل العرض هذا للطالب بحيث يحتاج مثلا لتغذية راجعة، يعني يحتاج لتعزيز إيجابي أو تعزيز سلبي. المشغل هذا باختصار يعني إيش؟ يعني أنا لما أضع صورة أو نص أو مثلا زي ما ذكرنا أشكال إدراج شكل، أنا ممكن أقول للبرزنتيش أو للباوربوينت أنت شغل لي الصورة عند النقر على زر. يعني الكلام هذا إيش؟ الغاز؟ لا مو الغاز، يعني هذا الآن على سبيل المثال كم عدد أركان الإسلام؟ و 2 3 4 5 أعطينا اختيارات. أنا أبغى الطالب لما يضغط على 5 يظهر له الشكل هذا اللي هو مبتسم، ولما يضغط على 4 و 3 و 2 يظهر له الزر الحزين. هذا الكلام كيف حنطبقه؟ كالتالي، حنجي ندرج مثلا شكل من الأشكال اللي هو ذكرناه رقم 5 اللي هي عدد أركان اللي هي الإسلام. أنا الآن أبغى إدراج صورة، وتعال أعطينا صورة من الجهاز معبرة على اللي هو التعزيز. الآن عندي الطالب، الإجراء حيكون، شوفي كأني الآن بشتغل برمجة، شوفي عشان كذا، شوف أنا بقول لكم الباوربوينت ممكن أشتغل فيه بشكل عالي جدا وكأني مبرمج. الآن الإجراء حيكون كالتالي، أنا حأقول أنا أبغى لما أنقر على 5 تظهر لي الصورة، يعني الصورة ما حتظهر إلا من خلال النقر على الرقم 5. هذا هو الإجراء. حنقوم إيش نعمل؟ حنروح لحركات. فالحركة الأولى أو الخطوة الأولى حنعمل إدراج، الخطوة الثانية حنروح لحركات ونعمل لهذه الصورة حركة، أي حركة، مسح مثلا. طيب الآن حطيت الحركة والصورة صار لها حركة، أنا الآن أعطي أمر كالتالي، لما أنقر على 5 تظهر لي اللي هي الصورة. حنجي للصورة، ننقر على الصورة من حركات، من تبويب حركات مشغل عند النقر فوق. طيب أنا متى أبغاها تظهر؟ عند النقر على شكل بيضاوي رقم 2. تعالوا الآن نعمل لها شو أو عرض، لما أنقر على 5 تظهر لي صورة 5 اللي هي التعزيز. واضح؟ يعني الآن أنا عملت سؤال، هندرج مربع، كم عدد أركان الإسلام؟ كم عدد أركان الإسلام؟
وطلبت من الطالب 5 وضعت و3 و4 وهكذا. أنا الآن أحتاج إنه الطالب أبغى على طول تعزيز يجيه من أول ما ينقر على 5 تظهر له اللي هي التعزيز اللي هو مناسب. حننقر على الصورة ونجي لحركات، حنضيف حركة، أي حركة من الحركات، حركة دخول، ونضغط على مشغل. مشغل هو التريجر هذا. عند النقر فوق، فوق مين؟ فوق اللي هو الشكل البيضاوي اللي هو مكتوب عليه رقم 5. الآن نعمل مشاهدة، أول ما حينقر على 5 حيظهر له الشكل اللي هو أو التعزيز المناسب. في أشياء كذا فنية جميلة، إنه إحنا الآن رقم 5 هنا عندي ما هو واضح إنها ما هو واضح إنها زر، صح؟ كأنها دائرة. الآن تعالي هنا على نفس اللي هي الخمسة هذه، تعالوا هنا لتنسيق أو الدائرة، تعالوا لتنسيق وتأثيرات الأشكال، لما نجيبها على اليمين عشان توضح لكم. تأثيرات الأشكال، مجسم مشطوف الحواف وخلوه إيه؟ مجسم. الآن أصبحت كأنها زر، صح؟ أفضل بكثير من قبل كذا الدائرة. واضح؟ من تنسيق، شوفي هذه نسميها أسرار كذا خفيفة. تنسيق، تأثيرات الأشكال، مجسم ونخليه مجسم. وكأنه إيش؟ الآن أصبح كأنه زر وليس كأنه دائرة. إذن هذا بالنسبة كيف أنا أشغل اللي هي المشغلات اللي هي اللي سميناها تريجر. واضح؟ طيب، لقيتكم كثير بتسألوا يعني فيديو كيف بنعمل فيديو. سهل جدا إني أنا أحول الباوربوينت إلى فيديو، بالذات في الإصدارات الجديدة. الآن في الإصدارات اللي هي حأعطيكم الخطوات لكل الإصدارات، حنيجي لملف من قائمة ملف، خلاص، تصدير، الخطوة رقم 2 تصدير، خطوة رقم 3 إنشاء فيديو، والخطوة رقم 4 نختار جودة الفيديو، وحنشوف هذه الخطوة مع بعض الآن، وأخيراً ننقر على إنشاء ونختار مكان التصدير. يعني خطوات واضحة وبسيطة. في الجودة الآن، لما نفتح الجودة حنلاقي جودة هذا الفيديو عاملينها بكل الأشياء. يعني أنت تبغاها أجهزة عرض كبيرة ولا كمبيوتر شاشات، يعني حتى موضح لك تفصيلي، توضيح التفصيلي. تبغى إنترنت دي بي دي أو أجهزة محمولة، تختار الشيء اللي يتناسب مع عرضك وتعمل خلاص موافق، ويعمل لك اللي هو التصدير. خلاص، حنيجي الآن نطبق من ملف تصدير إنشاء فيديو رقم 3، تختار الجودة رقم 4، وإنشاء فيديو. مباشرة يجي يقول لك إنه خلاص MPG4، وفين إحنا حنحفظ أو نحفظ هذا الفيديو وين؟ على سطح المكتب، ونعمل حفظ. خلاص، هذه حركة أو خطوة. خطوة ثانية من ملف حفظ باسم، خلاص حدد المكان اللي انت حتحفظه، وهنا من الحفظ كنوع حنختار كل الأنواع. حتلاقي ممكن نصدره PDF، وهذا حفظ للحقوق. دائما احنا لما نحفظ الحقوق نصدر العرض الباوربوينت ل PDF. لو والله انا اشتغل على 2016 واللي المتلقي 2003، نحفظه بصيغة 2003 عشان يقدر المتلقي يحفظه. لو لاحظتوا هنا MPEG4 فيديو، نفس اللي هو أنا فاتحة أونلاين بس ما حصلت تصدير، لأنه عندك يختلف. أنا الآن عشان كذا بعطيكم أكثر من طريقة. الطريقة الأولى هذه اللي نفس
الإصدار اللي معاي، هنا لكل الإصدارات ممكن من حفظ باسم، حفظ باسم ومن هنا حفظ كنوع نختار اللي هو MB. هنا GIF صورة على شكل صورة و MBAG فيديو وخلاص ونعمل حفظ. الآن نجي نشوفه في على سطح المكتب، شايفين انحفظ على شكل فيديو. واضح؟ إذا هذا كيف أنا أصدر الملف اللي أمامي أو العرض إلى باوربوينت. طيب هذا اللي هو المحور الثاني للجزئية اللي هي العملية. طيب حنيجي للجزء اللي بعده اللي هو مطور. احنا احد الاهداف اللي هو تبويب مطور، حنيجي لي اللي هو جزء مطور او تبويب مطور. كيف اول حاجه نظهر هذا التبويب؟ لانه اساسا ما هو موجود، ما حتلاقيه من ضمن التبويبات الموجوده. حنروح الملف اول حاجه، بعد كده خيارات، ايقونه خيارات، بعد كده تخصيص الشريط، بعد كده من تخصيص الشريط كافة علامات التبويب حنختار. شوفوا مطور هنا موجود ما هو موضوع عليه، صح؟ احنا نختار اللي هي الصح هذه الموجودة ونضغط على موافق. اول ما نضغط على موافق نلاقي زر مطور زي ما انتم شايفين الان امامكم موجود في عرض الباوربوينت. هذا برضو له اضافات جميلة جدا وفعالة في عروض الباوربوينت، حنشوفها مع بعض. حنطبق أول شيء ملف، بعد كذا خيارات. أول ما حنضغط على خيارات تخصيص الشريط، كافة علامات التبويب، بعد كذا حنلاقي مطور أمامكم هنا. شوفوا أنا عامل عليه صح عشان كذا ظاهر لي، حتعملوا عليه صح وبعد كذا موافق. أول ما حنضغط على موافق حنلاقي الآن نشيل هذه هنا تبويب مطور زي ما انتم شايفين موجود امامكم. واضح هذا؟ بس كيف ايش؟ كيف احنا نظهر هذا الشريط؟ الان حنعرف كيف نطبق على هذا الشريط وايش حيفيدني هذا الشريط، ايش الامكانيات والخصائص الموجوده فيه. حنعمل شريحه. شريحه جديده. أنا شايفة هنا تشات. طيب هنعمل الآن شريحة جديدة ونيجي لمطور. أول ما تضغط على مطور يجي هنا عندنا أكثر من حاجات جميلة، حنأخذ بس نختصر على أهمها. حأجي على أول حاجة هنا كله شغل برمجي، حنضغط على هذا الزر، زر أمر، وحنرسم بالسحب والإفلات رسم. أول ما رسمت ظهر لي زر مكتوب عليه كوماند بوتون واحد. لما ننطر مرتين على هذا الزر حيفتح لي اللي هي هذه الصفحة وهذا التبويب وهذه النافذة اللي خاصة بالبرمجة. أنا الآن إيش فايدة هذا الزر؟ حنشوف مع بعض. أول حاجة اللي على اليسار هنا كلها خصائص هذا الزر، يعني أنا أبغى هذا الزر مثلا الباك كلر، حنأخذ مثلا اللون الفاتح وحأكتب عليه مثلا بالخط المكثف و 20 او 22 موافق. حنختار اللي هو نوع الخط ولون الخط مثلا اللون الاسود. خلاص سويت الاعدادات، يعني المهم هنا تقريبا اللون ولون الخلفيه والنص الموجود على الزر. مثلا
مثلا التعليم الفردي. مثلا كتبت هذا النص اللي حيكون على نفس الزر، حنجي هنا حأقول له شوفوا كيف كأني ببرمج الآن وأشغل برمجة. message msg message box خلاص، وحأنقر اللي هو بين قوسين أو تنصيص، علامات تنصيص الرسالة التالية. يعني حأقول له مثلا التعلم الفردي هو أحد أنواع التعليم مثلا وإلى آخره، وحأخفي إكس. تعالوا نشوف التطبيق. لما أنقر على التعلم الفردي مباشرة يظهر لي كذا تبويب مكتوب هو أحد أنواع التعليم، أو يعني على سبيل المثال أنا بأذكر موافق، أنقر يظهر لي. يعني هذه إيش؟ أنا أعطيتك الآن الأدوات، لكن التطبيق والتنفيذ أنت لك الأفكار. يعني لابد أن احنا نضع أكثر من مثلاً عندي أكثر من محور، وكل محور فيه تلميح. مثلاً أضع للمشاهد أنقر على المربع اللي أمامك لمشاهدة التلميح أكثر، أو أحياناً في الأسئلة، في الأسئلة اللي هي لل اللي هي التقويم، اللي هي التقويم البنائي أثناء البرزنتيشن، ممكن نضع أكثر من سؤال، ولما الطالب يحتاج لتلميح نضغط على مربع جنب السؤال ونكتب تلميح أكثر وتعطيه معلومة تلميح تلمح للسؤال المطروح مثلا. وأول ما ينقر الطالب على هذا الزر تجي التلميحة الخاصة بالسؤال المطروح. واضح؟ واضح هذا الزر إيش فوائده؟ ممكن عاد طبعاً أنا أعطيتك واحدة فائدة، ممكن بإبداعاتكم كمعلمين وكمعدين ومصممين تبدعوا في شغل هذا الزر، له طبعاً وظائف جداً متنوعة على حسب الهدف المطروح. إذن هذا أول زر اللي هو زر أو أمر زر، إدراج زر. نجي للإجراء الثاني اللي هو زر خيار. زر خيار هذا أول ما نسحب ونفلت على طول يكتب لي option button. option button طبعا هذا الزر أول لو أنتم شايفينه يذكركم بإيش؟ يذكر بإيش؟ شايفين الدائرة الصغيرة الموجودة فيه؟ ها كأنه إيش؟ ها يدل على إيش؟ إنه أيوة اختيارات، يعني أنا ممكن أستخدم هذا الزر في الاختيارات المتعدد. ممكن أقول كم عدد أركان الإسلام؟ هذا اللي هو السؤال، وأجي هنا للزر طبعاً نستخدمه في الاختيار وأيضا مباشرة في التغذية الراجعة. أول ما نقرت على الزر مرتين حنجي نقول أول حاجة في الكابشن، طبعا ما نغير من النيم أبد، هذا النيم الاسم للزر ما نعمل فيه أي حاجة. حنجي للكابشن هنا وبدل option button حنقول مثلا 5. طيب وحنخلي الخلفية اللون لون باهت كذا وخمسة. الآن بس عدلت في الألوان والخط، نوع الخط ممكن مكثف ونخليه 26 موافق. الآن ما سويت أي برمجة، بس عدلت في الألوان. حنجي الآن نضغط على user أو إدراج user form. أول ما نقرت على user form أدرج لي هنا تبويب صغير وفتح لي نافذة جنبه. الآن أدرج في هذا التبويب نص، شوفوا بالضغط على ABL و أسحب وأفلت. إيش أكتب الآن؟ ممتاز، مو إحنا كتبنا 5 رقم 5، نكتب مثلا ممتاز هذه التغذية الراجعة. وأيضا أحتاج صورة، الصورة هذه إيش؟ طبعا تعزيز، تعزيز إيجابي. الآن بس رسمت مكان الصورة،
يعني الخطوة رقم واحد نرسم مكان النص ونكتب نص، الخطوة رقم اثنين نعمل إدراج صورة، ونيجي هنا على اليسار حنلاقي هنا picture none، لا أنا أبغى picture، نضغط هنا حيفتح لي أيضا على اللي هي الصور الموجودة أمامي، وتحت البيكتشر هنا حنلاقي زيرو، نخليها نحولها الواحد عشان يكون امتدادها كامل. الآن عملت إيش؟ فقط اليوزر فورم، عملت كلمة ممتاز، كتبنا ممتاز، ونعدل هنا برضو نخليها مثلا أكبر وأغمق، نفس الكلام اللي إحنا عملناه قبل شوية. حنغلق هنا ونيجي هنا للأوبشن بوتن ونقول له الآن البرمجة، حنقول له اليوزر فورم واحد اللي أنا سويته تو قبل شوية، ونضغط نقطة، أول ما أضغط نقطة يقول لي إيش تبغى، يعطيني قائمة منسدلة، نقول له إيش شو، خليها إيش، اعمل لي شو لها أو ظهور فقط، ونعمل إكس وإكس. تعالي هنا شايفين أنا الآن كتبت 5 وهنا الزر وكم عدد أركان الإسلام، نعمل عرض، أول ما يختار الطالب رقم 5 يظهر له ممتاز، واللي هي التغذية الراجعة مباشرة. هذه كلها إيش تخلي يعني عرضك أكثر احترافية، تغير من الروتين العادي للعروض التقليدية، تخلي الطالب أكتف أكثر أو متفاعل أكثر في عرضك البرزنتيشن، يحصل على التغذية الراجعة مباشرة. ها؟ إيش رأيكم في هذا الزر؟ طبعاً كل شيء في البداية صعب، لكن شوفوا بالممارسة، بالممارسة كل شيء يكون جميل. طيب الآن الزر الأخير، خلينا ندرج شريحة. أكثر من خيار أكيد، أنا الآن طبقت لكم 5، رقم 5، هنعمل أيضاً إدراج وزر ثاني، نفس الخطوات حنعملها، لكن حنخلي بدل 5 4 مثلاً، وحنخلي بدل التعزيز الإيجابي تعزيز اللي هو بفيس مثلاً زعلان أو وجه زعلان، أكيد حيكون أكثر لأنه أصلاً اختيار من متعدد. طيب هذا بالنسبة لي اللي هو الزرار اللي هو خيار، ممكن خيارين أو 3 أو 4 أكثر من خيار، ما هو شرط أنه خيار أو خيارين، أو عفوا خيارين، هو أكثر من خيار لازم. آخر زر اللي هو الزر، هذه كلها تنفع في الاختبارات أو التقويم إذا أنا بعمل تقويم. الآن آخر حاجة في المطور اللي هو الإدراج عنصر تحكم، اللي هو أنا أبغاه لا يكتب الآن. الآن نقرت وسحبوا الإفلات، أول ما أنقر مرتين هنا بس هأعمل فقط تغيير للخلفية لهذا التبويب، هخلي له لون، والخط حنكبره، الخط حنخليه مثلا 26 وموافق. فقط حاجتين اني هاعمل اللي هو الاعدادات الموجوده على اليسار، حغير في الالوان فقط، وبعد كذا هاعمل اكس واكس. حنجي ندرج واحد ثاني زر من الازرار اللي اول في البدايه ذكرناه، اللي هو كوماند بوتن. حننقر هذا الزر ونعمل عليه، هو اللي حنسوي له البرمجة، يعني هذا بس للتكست، للنص اللي الطالب مطلوب انه يدخله. وهنا فوق نفس الحكاية حنعمل نفس السؤال هنا، كم عدد أركان الإسلام؟ هنا المطلوب، شوفي كل سؤال يختلف أو كل زر له خصائص. هنا مطلوب من شكل، حنيجي هنا AB، شايفين AB هنا، حنضغط حنرسم اللي هو هذا نعمل له البرمجة. إيش حنكتب؟ إيش حنكتب هنا في
في نفس الزر هذا اللي هو الكوماند بوتون، هو نفس الزر اللي احنا استخدمناه قبل شوية، اللي أول واحد استخدمناه في مطور. هنا حنقول مثلا اضغط أو تأكد من إجابتك. ما هو حيكتب الآن في المربع اللي احنا كتبناه أو رسمناه. بعد كده تأكد من إجابتك. تعالوا هنا في الـ في الـ في الكوماند بوتون نعمل البرمجة. حنقول له if text box واحد، اللي هو تكست بوكس اللي احنا رسمناه، هذا اسمه تكست بوكس، هذا الوردي. حنقول له if تكست بوكس واحد اللي احنا ادرجناه، شوفوا مكتوب تحت تكست بوكس، بعدين حنحط نقطة. ايش المطلوب؟ حيقول value حيساوي واحد. انا ابغى، او عفوا خمسة، احنا نبغى يكتب اركان الاسلام خمسة. Then message box نفس الحكاية اللي كتبناها قبل شوية، MSG box، وبعدين نحط تبويب ممتاز. هنكتب له إيش؟ ممتاز. طيب إذا والله ما كتب لي خمسة، كتب لي أربع عدد أركان الإسلام، حنقول له else أي إجابة ثانية غير الخمسة حتكون المسج بوكس هنا مختلفة تماما. حنقول له مثلا حاول مرة أخرى. الآن هذه زي البرمجة تماماً. وبعد كده حنقول له end، دائماً أي أمر end if خلاص. ونجي نعمل x و x. الآن نعمل show. حيكتب الطالب خمسة، تأكد من إجابتك. إيش أعطى؟ تبويب ممتاز. واضح؟ طيب خلونا نجرب ثلاثة. حاول مرة أخرى. طبعاً كل زر له خصائص وكل زر له مميزات مختلفة تماماً عن الأزرة الأخرى. هنا في كتابة، هنا في اختيار من متعدد، هنا في فقط لما أنقر على الكوماند بوتون تطلع لي تبويب برسالة معينة. أحيانا رسالة تحذيرية، أحيانا رسالة تلميحية، معلومات إلى آخره. واضح؟ واضح؟ ها معايا ولا إيش؟ لا هنا ما في صوت. الصوت نعمله لما نعمل ارتباطات تشعبية عادية. في أي سؤال؟ طيب الآن نرجع. صعبة شوية هذه الفقرة، هو أي شيء بداية صعب، لكن مع الاستمرار ومع الاستخدام الممارسة خلاص مرة يعني زي شرب الموية يصير. طيب طبعا الندوة مسجلة، أي حاجة ما فهمتيها ارجعي مرة ثانية عشان بس نلتزم بالوقت. نرجع مرة ثانية و شايفين اللي أمامكم مسج بوكس، وهنا
كلها شرحتها شرح مفصل، وبالنتيجة اللي تظهر لك بالبرمجة الموجودة. كلها هذه بإذن الله تعالى هتلاقونها. الآن حوريكم نماذج من العروض التقديمية المقدمة من الطالبات اللي هي نسميهم طالبات المتدربات أو معلمات متدربات، اللي بندربهم على صناعة مثل هذه العروض التقديمية، إيش قدموا وإيش عملوا، وحنشوف نماذج من هذه العروض، وحوريكم بعض المحاضرات اللي أنا بقدمها وبستخدم اللي هي نستخدم نفس التعليمات اللي ذكرتها لكم الآن. حنشوف كيف احنا طبقناها مع بعض. هنفتح الآن، بس ننتظر فتح الملفات المطلوبة. طيب الآن حوقف المشاركة للعرض وهخلي مشاركة لي خليها لسطح المكتب عشان تظهر لكم مشان جميع العروض اللي هي التقديمية. الآن هذا عرض لمادة العلوم. الآن لو لاحظتوا، لاحظوا معي كيف تصميم هذا العرض التقديمي لمادة العلوم اللي هي الموضوع اللي هو اللافقاريات. شوفوا كيف العرض اللي الطالبة أعدته، يعني تقريبا والله جلست البنت تعد في هذا العرض يمكن شهرين كاملات، وأنا أقول لها غيري غيري وعدلي لحد ما وصلت لهذا اللي العرض اللي أمامكم. زي ما قلنا، التصور لو فاكرين في المبادئ اللي ذكرناها، لازم نحط تصور واضح للعمل أو العرض البرزنتيشن. هذا هو التصور المبدئي اللي أنا أقول. مثلا اللي فوق يكون أيقونات، على اليمين على اليسار المادة العلمية حتكون فقط في النص هذا المربع الأخضر اللي أمامك، فقط هذه المادة العلمية حتكون هنا. لو نقرنا على أي حاجة من هنا، شوفوا لاحظي لما أنقر حيتغير فقط المادة العلمية اللي موجودة داخل هذا المربع. لاحظتوا الألوان جدا مريحة للعين. اختارت شوفوا لكل أيقونة لون كذا خاص فيها، ولو لاحظتي لو فتحنا هذه الأيقونة حتى الإطار يكون متكيف مع نفس لون هذه الأيقونة. الآن هذه المادة كأنها تلفاز، اللي أمامك أول ما حتنقري شوفي على رقم 2 حتنزل لنا المادة العلمية، وشوفوا كذا معايا رقم 3 رقم 4 كأننا بنتصفح شاشة تلفاز. إذن أهم حاجة في العرض أنه يكون تصميمي واضح ومحدد وثابت في كل الشرائح. لو لاحظنا الآن هأعمل شوفوا كم شريحة العرض، 39 شريحة، 39 شريحة بكلها نفس الديزاين أو نفس التصميم، ثابت في النص على الأطراف هذه الأيقونات. طيب الارتباط التشعبي كثير سألني تو لما قلت خلوه في النهاية. الآن الأيقونات اللي أمامك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، التسعة أيقونات لو ضربنا 9 في تقريبا 40
حيكون فوق 200 شريحة، يعني عدد لا متناهي من الارتباطات التشعبية. طيب أنا في البداية قلت ما نسوي الارتباطات التشعبية إلا في النهاية. طيب كيف حيكون؟ حنجي هنا في البداية هنرسم المخطط التفصيلي لهذه الشريحة وحنحذف. حنحذف وحنحذف. خلاص؟ الآن هذه هي اللي حنعمل لها كليك يمين وتكرار. تكرار شريحة. حنغير بس المحتوى الموجود هنا. في النهاية إذا إحنا صنعنا الأزرة هذه عملنا لها ارتباطات تشعبية، يعني لنكتشف معا حتبدأ من الشريحة رقم 3، حنعمل لها ارتباط تشعبي 3. ما هي الفقاريات؟ حتبدأ من الشريحة رقم 9 نربطها ب9. بعض الحيوانات الفقارية حنربطها ب15، وهكذا في كل الارتباطات التشعبية. حنجي نعمل بالكنترول وتحديد تحديد تحديد، حنحددها كلها وحنعمل لها نسخ. شايفين؟ خلاص أنا سويت مرة واحدة الارتباطات التشعبية، حنعمل لها نسخ ونجي بعد ما انتهينا من المادة العلمية للأربعين شريحة نجي بس نعمل لصق، فحت اللصق هي وارتباطاتها التشعبية. واضح؟ هذه فائدة الارتباطات التشعبية اللي قلنا نستخدمها ولازم نستخدمها عشان نعرف. الآن هنا عرض اللي هو للتعليم المفرد اللي هو محاضراتنا احنا في الجامعية. الآن هذا أحد عروضي، وأنا لما أعرض على الطالبات نفس هذه العروض البنات ما شاء الله تبارك الله شاطرين، مباشرة يقتبسوا الأفكار يقتبسوا الأيقونات. شوفوا كيف ترى مربع، هذا إدراج مربع نعمل له بس اللي هو مجسم، وهنا نفس الحكاية. بعد كذا شوفوا لما ننظر على أي حاجة نتنقل، وهنا شوفوا أحد الحلول. شايفين لما أضغط على زر أحد الحلول ترى هو ينقلني لشريحة ثانية فيها نفس الزر لونه أخضر. فشوفوا لما أدوس على الزر كأنه بيتلون الزر وكأنها شاشة واحدة أو شريحة واحدة، لا ترى هي هذه في شريحة وهذه في شريحة، والزر هذا ملون في شريحة وهذا ملون في شريحة. أوريكم الآن مع بعض. شايفين؟ هذه الشريحة الأولى فيها الأزرة كلها لونها أزرق. أول ما أنقر على الارتباط التشعبي يروح هنا للشريحة الثانية يكون الزر لون أخضر كأنه يلون كأنه يعطي لون، ونفس الحكاية الموجود هنا عندك. طيب حوريكم كمان هنا، هذه كلها أفكار بسيطة لكن تضفي جمال وروعة على العروض. شوفوا لما أنقر على محور العملية التعليمية شوفوا كيف الزر بيتحرك، ترى حركة بس إدراج حركة، وحيروح للشريحة الثانية ارتباط تشعبي للشريحة اللي فيها محور العملية التعليمية، والزر يختلف. يعني حوريكم الآن كلام هذا يعني إيش. شايفين هنا الزر أول ما ضغطت على محور العملية التعليمية شوفوا ارتباط تشعبي لمين؟ للشريحة رقم 6 اللي الزر هذا موجود فيها كأنه للأمام كذا، فيقوم كأنه الزر هو بيتحرك، هو أساساً الأزرة كلها ثابتة ما فيها أي حركة. شايفين؟ مرة نخلي الزر بحركة كأنه بيتحرك. والآن حوريكم هنا مثلاً في هذا المحور شوفوا لما أضغط على نشأتها إيش يصير للزر؟ يصير كأنه إيش؟ كأنه تلون باللون الأحمر أو الوردي. مكوناتها شايفين كلها هذه بعض الحيل والأسرار البرزنتيشن اللي تعمل عليه كذا فاعلية وتخليه كأنه أو ناحية جمالية. شوفوا الدليل لما نضغط عليه كأنه بيتحرك وكأنه هو اللي كذا بارز. الأنشطة نفس الحكاية، التقويم نفس الحكاية، وتبدأ تظهر اللي هي الأشياء الموجودة فيه. هذه كلها أشياء يعني صغيرة كذا وبسيطة، مجرد شوفي لما أعمل ارتباط تشعبي على مكوناتها أخلي اللون هنا في هذه المكونات بلون مختلف بحيث يكون كأني نقرت عليه. هنا شايفين اللي بعدها الأنشطة، هنا شوفوا نفس الشيء أو الدليل بهذا اللون، الدليل قبله كان كلها بلون واحد، الشريحة اللي بعدها ربطت ارتباط تشعبي كأنه الدليل تغير وكأنه هو المنقور عليه. فهذا أيضا يضفي أيضا بعض اللي هي الأشياء الجميلة للعروض. هنا آخر واحد حنشوفه مع بعض،
شوفوا كيف لما تنقر على مفهوم الفسيفسات وقوم تنزل لها كأنها محاور وتبدأ إيش تشتغل عليها. الآن كلها هذه عبارة عن ارتباطات تشعبية. شوفوا لما أنقر على 1 2 3 4 كأنه تلفاز بي يتنقل والصور الموجودة تكون متزامنة مع النص الموجود الآن عندنا هنا. وشوفي كلها عبارة عن إيش، كلها مكررة، شرائح مكررة وتختلف الشريحة اللي في النص بس. وهنا الدوائر كل شريحة الدائرة بلان، فيبان كأنه كذا العرض له، كأنه الزر بيتحرك، كأنه الشاشة بتتحرك وبتقلب وتعطينا أكثر من شكل أو أكثر من خيار. هنا في كمان هنا مثلا ما هي خطوات عمل الفسيفساء؟ شوفوا كيف التزامن، يظهر النص تظهر معاه الصورة، والصورة مكملة للنص تشرح وشارحة للنص، وهكذا سادسا اللي بعده والنص اللي بعده والنص اللي بعده، والصورة بتظهر وتبان على اللي هو النص. لو لاحظنا الزر الموجود هنا لو نقرنا عليه يقوم يعيد نفس الخطوات. كيف عملناها؟ ارتباطات تشعبية عبارة عن شريحتين نفس الشيء. شوفوا شريحة مكررة، حتى نعمل أول ما نعمل هذه الشريحة بظهور النص نعمل كليك يمين ونعمل تكرار للشريحة ونربط. شايفين هذه فيها زر وهذه فيها زر، نربط هذا الزر بالشريحة رقم 33 ونربط الزر اللي بعده بالشريحة رقم 32، وتبان كأنها الآن فيه اللي هو حركة أو إعادة للخطوات. هذه كلها أشياء برضو زي ما قلنا بتضيف جمال للعروض اللي هي التقديمية. طيب في أي سؤال الآن؟ في البداية وقت كبير، في البداية يعني في البداية لأنه الارتباطات تكون صعبة في البداية حيكون صعب، لكن الآن أنا ما يأخذ مني يومين في تنفيذ عرض بروفيشنال عالي، ما يأخذ مني يومين. اللي يجهدنا أكثر شيء المادة العلمية، كيف نبحث لها عن صور ولا عن فقط، لكن بالممارسة ما يأخذ منك حتى في التنفيذ يوم أو يومين. طيب الآن هذه في نهاية الندوة هدية بسيطة لكم. موقع يحتوي على كورسات، هذا بالإنجليش لكن جميل جدا وفيه كورسات جدا جميلة. موقع يحتوي على قوالب جاهزة، قوالب أنا استفدت منها كثير بحيث أنها تكون فري أو مجانية، وممكن إحنا نأخذ منها ويعني نستفيد من هذه القوالب. موقع يحتوي على أيقونات الفري بيك، هذا جدا انا بستخدمه في العروض وفي لما نحتاج انفوجرافيك وهذه الاشياء ممكن هذا يفيدك. موقع يحتوي على انفوجرافيك اللي هو في على نفس جوجل، فوتو جوجل لكن خاص فقط بالانفوجرافيك، هذا برضو استفدت كثير منه في تقديم عروض البرزنتيشن. هذه المواقع كلها جميله وحوريكم الان بعض النماذج بشكل أخير. هذا شايفين النموذج اللي أمامكم، ما أدري ظهر لكم، ظهر لكم أيوة. هذا من الأشياء اللي في الموقع اللي ذكرت لكم، يعطيكي قوالب مجانية أو عفوا يعطيكم قوالب مجانية. ممكن هذا القالب شوفوا يعني جميل ومقسم، أنت تأخذ وتغير فقط في الأيقونات، وطبعا في مليء بالقوالب. هذا أيضا مثال ثاني، هذا استفدت منه اللي هو الرابط اللي قبل شوية عرضته، بحيث أنك فقط التكست الموجود هنا نغيره. هذه كلها طبعا عروض باوربوينت، كلها ارتباطات تشعبية. ها
هذا أيضا أحد اللي هي العروض أو القوالب. هنا هذا أيضا قالب جاهز ممكن إن إحنا نستفيد منه ونغير فقط في بعض النصوص الموجودة هنا والصور والأيقونات لما يخدم المادة العلمية اللي أمامكم. هذه المواقع اللي ذكرت لكم قبل شوية، هذه موجودة أمامكم، ممكن تعملوا عليها كابتشر كذا ولا تأخذ عليها صورة أو ترجعوا لها في الندوة، حتكون موجودة ومسجلة هذه الندوة. و يعني جميلة هي هذه القوالب الجاهزة، مجرد تسجل في الموقع وتحصل على أكثر من قالب مجاني وتعمل عليه فقط editing أو تعديل. في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ كذا نكون أنهينا هذه الندوة المباركة. وأي استفسارات نخلي كذا دقيقتين ثلاث دقائق. إذا في أي سؤال عن الأشياء اللي ذكرناها سابقاً أو أي محور من المحاور. طيب، عشان كثرة اللي بيسألوني عن الجزئية العملية، أنا ممكن أحولها لكم فيديو وأنزلها على الهاشتاج، ممكن أعملها فيديو أو PDF ممكن، ونعملها في الهاشتاج وممكن ترجعوا له في أي وقت وتصمموا أي عمل من أعمالكم. طيب، شكر أولاً للقائمين على هذه المنصة، حقيقة جهد يبذلونه معنا في التنسيق والإعداد والإشراف على حتى أثناء تقديم هذه الندوات. الشكر أولاً لله سبحانه وتعالى، ثم لجامعة الملك خالد لعمادة التعليم الإلكتروني ممثلة في منصة التزامن وجميع المشرفين والقائمين عليها. أشكركم أنتم حضور الكرام لصبركم ولحماسكم لأسئلتكم اللي أثرت هذه الندوة. ساعتين قضيتها معكم من أجمل الساعات، أتمنى أنه أكون قدمت شيء مفيد ويعني تستفيدوا منه في عروضكم القادمة، أكون أضفت بمعلومة أو أي حاجة تساهم في إثراء مادتكم العلمية. شكر للجمعية السعودية العلمية للمعلم جسم، كل من ساهم في تقديم هذه، شارك أو ساهم أو تقديم هذه الندوة، أشكر عشان لا أنسى أحد. وأشكركم جميعا إخوتي الحضور على حضوركم الجميل والفعال. إذا احتجتوا أي حاجة لا تترددوا إنكم تدخلوا للتويتر الخاص بيني، أو ممكن أيضا تراسلوني عن طريق اللي هو كل المعلومات حتلاقون وسائل التواصل على اللي هي الصفحة الرئيسية في التويتر. أي سؤال، أي حاجة بيخص هذه المادة أو أي وسيلة تعليمية أخرى ممكن نقدمها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.